بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. نرحب بالإخوة والأخوات مع هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يجمعنا بفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ مع الإخوة والأخوات. حياكم الله وبارك فيكم. نبدأ بتفسير هذه الآية المباركة في قول الحق تبارك وتعالى من سورة يونس: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذه الآية المباركة يرد الله على مقالة المشركين أن القرآن ليس كلام الله، وإنما هو كلام محمد، وأن محمداً اختلقه ونسبه إلى الله عز وجل، هكذا يقولون. إن هذا إلا قول يؤثر، إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. الله رد عليهم لأن هذا القرآن كلامه سبحانه وتعالى ووحيه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله كما يقوله المشركون. ومن شابههم من أهل الإلحاد: ولكن تصديق الذي بين يديه، أي الذي سبقه من الكتب والرسل، فهذا القرآن سبقه كتب أنزلها الله على رسله، وهذا الرسول سبقه رسل أرسلهم الله إلى أممهم. قل ما كنت بدعا من الرسل. فهو ليس عليه الصلاة والسلام إلا مصدقا لما سبقه من إخوانه المرسلين، بل جاء بالحق وصدق المرسلين. ولكن تصديق الذي بين يديه، تفصيل الكتاب لا ريب فيه، تفصيل الكتاب الذي أنزله الله على رسوله والكتب السابقة، فهو مهيمن عليها، يفصلها ويصدقها ويؤيدها، لا ريب فيه، لا ريب في هذا القرآن العظيم، لأنه من عند الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه في مطلع سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. لا ريب فيه، فهو سبحانه وتعالى ينفي عن كتابه ما يقوله المشركون وما يرتابونه فيه ويشكون فيه أنه من عند غير الله، من رب العالمين وهو الله سبحانه وتعالى، ومن مقتضى ربوبيته للعالمين أن يرسل إليهم الرسل وأن ينزل عليهم الكتب لمصالحهم ولأجل تعليمهم ما ينفعهم ونهيهم عما يضرهم، فلم يتركهم هملا، بل إنه سبحانه أرسل إليهم رسلا وأنزل عليهم كتبا تتلى عليهم
فهذا فيه تأييد هذا القرآن وفيه الرد على المشركين ومن شابههم ممن يقولون إن هذا القرآن إنما هو من قول محمد. نعم. أحسن الله إليكم. هذا محمد العلي يقول: شيخ، دخلت مع الإمام في صلاة العصر وقد فاتتني ركعة، وكان إمام المسجد لم يصلي في جماعته إلا 3 ركعات وسلم، وقد أخبرني المصلون بذلك، فما المشروع في حقي؟ مشروع في حقك أن تكمل الصلاة ما أدركته مع الإمام، تبني عليه وتكمل صلاتك، صلاة العصر 4 ركعات كما هو معلوم، فإذا سلم الإمام تقوم وتأتي بما فاتك من الصلاة. نعم. هذا يسأل عن إجهاض الجنين إذا كان مشوها تشويها كاملا وأمر الطبيب بذلك، فما الحكم؟ لا يجوز إجهاض الجنين إلا إذا كان على أمه خطر، على حياتها خطر من بقائه، فإذا كان على أمه خطر من بقائه قرر ذلك جماعة من الأطباء الموثوقين، هيئة طبية موثوقة، قرروا أن بقاء هذا الحمل فيه ضرر على حياة أمه، فإنه حينئذ يجهض إبقاء على حياة أمه. أما أنه يجهض من أجل أنه مشوه فيترك لله سبحانه وتعالى، يتولى إن شاء أبقاه وأحياه، وإن شاء قبضه إليه. نعم. يقول هذا السائل: يا شيخ، ابن أختي فقير وشاب ومقبل على الزواج، فهل أعطيه من زكاة مالي مع أن زكاة مالي تحل في رمضان وأريد أن أقدمها؟ لا بأس بذلك إذا كان هذا الرجل يريد الزواج محتاجا إليه، ولكن ليس عنده القدرة المالية على الزواج، فإنك تساعده من الزكاة، ولا بأس أن تقدمها عن وقت وجوبها، إن تعجيل الزكاة لغرض صحيح يجوز، كما تعجل النبي صلى الله عليه وسلم زكاة عمه العباس لسنتين. نعم. مس القرآن بدون وضوء. مس القرآن يعني المصحف مباشرة بدون وضوء لا يجوز، قال صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر، كما في حديث حكيم، كما في حديث ابن أبي بكر الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، كتب له كتابا، ابن أبي بكر بن حزم أرسله إلى اليمن وكتب له كتابا فيه أن لا يمس القرآن إلا طاهر، فلا يمس الكتابة ولا يمس المصحف وما يتصل به إلا طاهر، إلا إذا كان هذا من وراء حائل من غير مباشرة فلا بأس بذلك. نعم. ما الفرق بين الأسماء والصفات؟ الأسماء هي الأعلام التي تدل على الله سبحانه وتعالى، الله له الأسماء الحسنى وله أسماء كثيرة لا يعلمها إلا هو، علمنا منها ما علمنا واستأثر بعلم الباقي منها، وكثرة الأسماء تدل على الكمال وعلى الجلال وعلى العظمة، وأما الصفات
فهي ما تدل عليه هذه الأسماء. فالسميع يؤخذ منه صفة السمع، بصير يؤخذ منه البصر، أن الله جل وعلا يوصف بالبصر، العليم يؤخذ منه صفة العلم، وهكذا. نعم. يقول هذا السائل: أنا إمام مسجد وأقرأ القرآن بالترتيب وأختمه في الصلوات الجهرية. الصلوات المفروضة لم يرد هذا أن الإمام يواصل قراءة القرآن فيها، وإنما هذا في صلاة الليل، صلاة التراويح، صلاة التهجد، هذا الذي ورد عن السلف الصالح. أما أنه يقرأ في الفريضة في الفرائض من أوله إلى آخره حتى يختمه، فهذا شيء غير معروف عن السلف. نعم. يقول هذا السائل: يا شيخ، إذا عملت أو أشركت أحد في ثواب عمل صالح عملته لله عز وجل وأخلصت فيه، فهل يعني هذا أن الأجر، أجر العمل بالنسبة لي، ينقص؟ العمل على قسمين: عمل تدخله النيابة مثل الصدقة، مثل الدعاء، مثل الحج والعمرة، فهذا يهدى ثوابه للغير حيا أو ميتا لورود الأدلة بذلك. وأما العمل الذي لا تدخله النيابة فهذا لا يهدى ثوابه للغير، مثل الصلاة والصيام وغير ذلك من الأعمال لا تدخله النيابة، فلا يهدى ثوابه للغير، لأنه خاص بصاحبه، كما قال جل وعلا: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. نعم. هذه السائلة أم عبد الله تقول: رزقت أختي بطفل بعد سنوات طويلة، وعند نومه تضع المصحف حوله لحمايته من العين والإنس والجان. لا أصل لهذا، ولا يجعل القرآن لأجل الحفظ من الشيطان أو من الأمراض، يجعل حرزا من الحروز أو تميمة من التمايم. القرآن يجل ويعظم ولا يعمل به هكذا، يوضع عند الطفل أو عند المريض أو عند النائم، هذا لا أصل له. نعم. أحسن الله إليكم. ذبح خروف أو بقرة، يقول، عند بعض العامة بشأن ينزل المطر، هل هذا جائز؟ هذا من فعل الجاهلية، نسأل الله العافية. لا يجوز الذبح لأجل نزول المطر، وإنما الذي ورد صلاة الاستسقاء والدعاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لما قحط المطر وأجدبت الأرض خرج إلى المصلى وصلى بأصحابه ركعتين ثم دعا بعدهما بالسقيا والغيث من الله سبحانه وتعالى. هذا هو السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الذبح لأجل نزول المطر فهذا من أمور الجاهلية. نعم. أبو عبد الله، إذا كان ينوي بهذا غير الله، يذبح لغير الله، لولي أو لشجر أو لحجر أو لجن أو لإنس لأجل أن ينزل المطر، فهذا شرك أكبر، نسأل الله العافية. نعم. أبو عبد الله من أبها، تفضل يا أبو عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. يا شيخ، عندي سؤال لو سمحت. بالنسبة لوالدتي المتوفية رحمها الله، وكانت مسجلة في الجمعية الخيرية، نزل لها مبلغ بعد رمضان، وطبعا أنا بلغت في الجمعية، وبعد رمضان يمكن في شهر 10 رحت استلمت، يا أخي شهر 10 والله 1000 ريال على الرصيد حقها. طبعا سحبت المبلغ عندي، ما أدري إيش أسوي فيه يا شيخ. السؤال الثاني، لحظة لحظة جاوب الشيخ، لحظة يا أخي جاوب الشيخ.
لا يجوز لك تأخذ المبلغ والوالدة التي نزل لها متوفى، بل تبلغ الجهة التي تصرفه بأن صاحبته المصروف لها متوفى قبل صرفه، فتبلغهم بذلك لأنها لا حق لها فيه بعد وفاتها. نعم. السؤال الثاني. هو موجود عندي مبلغ واعيد لهم صحيح؟ نعم. نعم يا شيخ، المبلغ هو موجود عندي الآن أعيد لهم؟ إيه، لماذا تأخذه والوالدة متوفاة؟ أعده لهم وبلغهم. السؤال الثاني. أنا ما أخذته على إني بأخذه لي أنا. أنا سألت نص الرابعة أني بعيد لهم صحيح؟ يا أخي ما دري، وهم بلغهم عن هذا إنه متوفى قبل صرفه. أنا ببلغهم. طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني. أقول رد المبلغ عليهم. أتصل على حفل الزواجات اللي فيها أزلاف وزيار، هل جائزة أو غير جائزة؟ للرجال. هذه منكرات، ولا يجوز حضور حفل الزواج الذي فيه مثل هذه المنكرات. طيب. إلا لمن يقدر على إنكار المنكر وإزالته. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ، بالنسبة للذي يريد أن يحج هذه السنة إن شاء الله، ما أفضل المناسك أن يأخذ بها؟ وإذا كانت ظروفه المادية ضعيفة جدا بماذا يعمل؟ يجوز له أن يحرم بأحد المناسك المشروعة، وأفضلها التمتع، لأن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ثم إذا وصل إلى مكة يؤدي مناسكها ويتحلل من إحرامه، ثم إذا جاء وقت الحج في يوم 8 من ذي الحجة يوم التروية يحرم بالحج، ويكون عليه فدية التمتع. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة. أو يحرم قارنا بين الحج والعمرة بنية واحدة، فتكون العمرة داخلة في الحج، فإذا وصل إلى مكة يطوف لهما، يبقى على إحرامه من الميقات حتى يوم العيد، فيطوف لهما طوافا واحدا ويسعى لهما سعيا واحدا، ويقصر من رأسه ويذبح الفدية أيضا مثل المتمتع، لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. والقران تمتع، إلا أنه لم يفصل بين العمرة والحج بتحلل، فالعمرة داخلة في الحج، فهو أدى نسكين في سفر واحد. أو يحرم مفردا بالحج فقط وليس عليه فدية. نعم. أحسن الله إليكم. ما الذي ينبغي في المصافحة عندما يدخل الإنسان المجلس؟ هل يبدأ بيمينه أم بيمين المجلس، أم يبدأ بالأكبر فالأقدر؟ يبدأ بالأكبر سنا، أو بالعالم في المجلس الذي له قدر ومكانة يبدأ به، ثم يدور على من يمينه إلى أن يكمل. نعم. من مسح على خفيه بعد انتهاء المدة وصلى بهما فما الحكم؟ بعد انتهاء المدة لا يجوز المسح غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد المدة للمسح، للمقيم يوم وليلة، وللمسافر 3 أيام بلياليها إذا لبس الخفين على طهارة. فإذا انتهت المدة فلا يجوز المسح، والمسح غير صحيح، وإذا صلى بذلك فصلاته غير صحيحة. نعم. يقول فضيلة الشيخ: إلى كم يبلغ صوت المؤذن بدون مكبرات الصوت؟ بقدر ما يسمعه السامعون، فإذا كان الجو صافيا يمكن أنه يتمدد بعيدا،
وإذا كان الجو فيه ضغط وفيه لغط فقد لا يمتد الصوت. هذا من ناحية. الناحية الثانية يرجع إلى صوت المؤذن، إذا كان المؤذن صيتا فإن صوته يتمدد بعيدا، وإذا كان المؤذن صوته دون ذلك تكون مسافته قليلة. نعم. أحمد من جازان، تفضل يا أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام يا سماحة الشيخ، عندي بنت، عندها بنت عمرها سنة وثلاثة شهور، في رمضان الفايت كانت تلعب مرة عنده مرة عند جدتها ومرة في المطبخ، خرجت من عند أمها وراحت المطبخ، أمها طلعت المطبخ تسأل عنها الخدامة فين البنت، قالت دحين واقفة عندي هنا، من عندها جينا عليها الله يكرمك في الحمام على راسها، محول على راسها في سطح الماء، الماء شوية ما تحمل يعني لهذا لدرجة أنها تغطس فيه، وأيضا السطل لا طاح، بنت كبيرة والسطل ما طاح، جينا على ميتة في السطل ودينا المستشفى قالوا متوفى، ما أدري على من المسؤولية يعني بالصوم على شيء علينا في هذا، الله يحفظك. إذا كانت الأم مفرطة ولم تتحفظ عليها وذهبت، تحفظ عليها. اسمع الإجابة، اسمع الإجابة يا أخي، اسمع الإجابة، اسمع الله يهديك. إذا كانت الأم مفرطة ولم تتحفظ عليها فإن يكون عليها الكفارة صيام شهرين متتابعين، إذا كانت الأم متحفظة عليها أو أوصت من يتحفظ عليها لكن البنت ذهبت على غفلة وحصل ما حصل فليس فيها شيء والحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائلة تقول ما حكم بول الطفل الصغير الذي في الأشهر إذا وقع على ثوب صلاتي؟ البول نجس سواء من الكبير أو من الصغير، إلا أن الصغير الذي لم يأكل الطعام، الذكر إذا كان لم يأكل الطعام يكفي فيه الرش والنضح، وأما الجارية والبنت فإنها لابد من غسله كبول الكبيرة، لما جاء في الحديث يرش، يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. نعم. الشك في ترك الفاتحة إذا كانت المرأة تصلي ولم تدري هل قرأت سورة الفاتحة أم لا؟ إذا كان هذا من باب الوسواس ويكثر عليها فإنها لا تلتفت إليه، وأما إذا كان هذا طارئا فالأصل أنها لم تقرأها فعليها أن تقرأها. نعم. هل لابد من النية لكل صوم وسواء في النفل أو في رمضان؟ لابد من النية لصوم النفل وصوم الفرض، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، ولكن صوم الفرض لابد أن ينوى قبل طلوع الفجر، وأما صوم النافلة فيمكن أن يصوم الإنسان بعد طلوع الفجر إذا لم يكن أكل أو شرب بعد الفجر، يجوز له أن ينوي صيام النفل من النهار لأنه أوسع من صوم النافلة. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم. مخرج الحلقة يقول بأن وقت البرنامج انتهى في برنامج فتاوى، جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء على ما بينتم لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. أشكر الزملاء في مكتبة الشيخ في الرياض يزيد الماضي ومحمد عبد العزيز الحامد، كما أشكر الفنيين والمخرجين والمصورين هنا معي في استوديو الرياض. هذا زميلي معجب الدوسري، يتمنى لكم أوقاتا طيبة وعامرة بذكر الله عز وجل، وبرنامجنا إن شاء الله في الحلقات القادمة سوف ينتقل إلى بعد صلاة العشاء إن شاء الله. نتمنى لكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.